يمثل اليوم عضو مجلس النواب اللبناني مروان حمادي أمام المحكمة الخاصة بلبنان ليدلي بإفادته حول ما يعلمه من وقائع تتصل بجريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري. وبحسب ممثل الادعاء المحامي جرايم كاميرون، فإن إفادة النائب حمادي ستستغرق نحو 3 أيام. وبهذا يكون أول وأبرز الشهود السياسيين ضمن لائحة تضم 15 سياسيا وصحفيا من المقربين من الحريري في تلك المرحلة.